ماشي آه. يلا باش غادي يدخل ولا لا؟ انا ادخلش اخي. اوكي سا ماشي. اه جيت تسناك تما. وي انا هنا نيتش. سينو راه ما يوم لون باش ترجع للمدينه. وي وي راني انت فينك؟ داخل فين خليتينا اخي؟ كاش ماش كاع في لامو في خبارك راه مبين ولا كتشك تسناك تما والو ما كاينش واش لا. بون انا دا انا جاي عندك. اوكي. ما كاينش باش لامو ما عرفتش علاش. بيزار مش ربما مش عدتولش سامع شوكي انا اش بانس اش كنت برا ياك لا اه وي وي كنت وي برا وي سامع انا ما كان ميتي ديسكور سواك عليكم السلام سراي سعد دابا تلاقاش مع واحد السيد قال لي كان السكرتير خدام مع سي عزيز داوزن والتحاق باش يعرف واش اذا كان ممكن اذا كان ممكن يلتحق بالخدمه ديالو معاك ولا اذا كتفكر شي واحد اخر ياخد التعويضات ديالو. قلت له دوز للقصر من هنا واحد 5 حتى 10 دقائق ان شاء الله غادي نجاوبك انايا. ما قلتلوش تجاوب انت قلت له جاوبك انايا تعطينا انت الجواب ديالك. هو يعني قلت سمع شو كي داير واخا انا قررت بان لي ان سيناريو على المستشاري دي سكرتير اللي كانوا راك عارف ولا رئيس وطريقة العمل ديالو والناس اللي قراو بليه. بيان سور انا مازال فكرتش مزيان ما فكرتش انا رئيس مازال بغيت نعرف الطريقة ديالك ديال الخدمة. انا عطيك سيستم باش اللي قديش انا باش كنا خدامين وكنت اضربتي شو على الطريقة ديال السي داوزن بغيتي انت سيستم واحد اخر كتبقى الحريه ديالك. حنا كيفاش كنا خدامين كنت انايا فرض على الدراري الى جا شي واحد زياره اول حاجه كتشخدوا لاكارت ناسيونال كتصور كتقلب كيدخل بالتليفون بلا راديو كلشي مطفي. تاني حاجه جامي كيعطيو معلومات عليك انت يا سي رئيس واش اكتيف ولا مش اكتيف واش كاين ولا ما كاينش ما كيهمهمش. ثالث حاجه كيعطيو الغرض ديالهم وكيتسناو ما كتقالش لهم بلي من 10 دقائق يتلاقاو معاك ولا يعني انت في الاخر المطاف ما كتحش مع حتى شي واحد وكتقرر مع من تلاقاو مع من ما تلاقاش يعني ديما عندك ديك ليكسكوز ديال وي وي ما كاينش. هو اصلا قبيله راه كنلقى واحد المشكل هو ان كان الصحفي بوطات وكان رفض انه يتخلب وعلموني لي بوديغارد كانوا رفضوا انه يتخلب كان صار سيفطو بحالو. ما عجبتيني في هذا يا رئيس حسيت داوزن كان خلق لي مشكل كبير. كنت ديما كنحاول نقول ليه بلي راه ضرب فطره ما صالحناش في الخدمه واحد اللي كتشق فيه هو اللي يقدر يعميك واحد النهار. وي وي ده قانون على الكل في هاد الأمور هادي. اكزاكتو محجرة الشرطة سي الرئيس كيتقلبوا باش تكون عارفة. وي 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 أي واحد كيما هو يكون النوع ديالو. لا لا بالنسبة للسيستيم ديال الخدمة ديالكم سي عادل أنت باش تعرفني حيت ما جاتش أنكم نتوما مولفين واحد النوع السيستيم غادي نجي أنا غادي نقلب كلشي. نتوما السيستيم ماشي بالضرورة سي الرئيس ما لقيتهاش ولكن حنا كنت أضبطوا فهمتي نقدر نقول لك بلي كنت في الدراري ديالي باللي كيتأضبطوا غابيدمون دونك اي حاجه راس رئيس انت كظن باللي خدام لك حسن فاحنا ما علينا غير نطبق باش نقول لك اس رئيس. هو بالنسبه لهاد الامور هادي نفضل ان التغييرات تكون جايه بشويه بشويه ما جاي نفضل انا عندي بزاف ديال فهمتي ديال لي بلون عندي في راسي ولكن بغيت بشويه بشويه بدقه بدقه كلشي دقه واحده شويه صافي طيب. واخا تدخل معايا باش نخرجك السلاح هاتاك. مرحبا راح سي موتشور نسيتك سي موتشور تحياتي تحياتي واخا تجي معايا بعدا السي عادل لكن ممكن. مرحبا مرحبا انا نتسناكم انا السي عادل. واخا سولك على شي ناس كاينين السيستم. واخا هاد السيد هذا اللي تحت ولكن لك خدام معانا في ديك الفرقه الاخرى. اوكي مش انا ما كنتش انا وحشيت شي حاجه راه تقدر هو الوحيد اللي تقدر تهضر معاه عليها. اوكي اوكي تاني السميات اللي مكتوب عندك تما نقول لك واش نعقل ولا ما نعقلش عليهم. فوالا بدر السبلاني وي معنا حارس هذا محمد بن عطية. هذا السبرع فو هذا ابراهيم هذا جبونس وي
أنطونيو الذهبة. هو سي هادي، وي اسمح لي كنسمعكم من هنا. هذاك بن عطيل لما ماشي هو سي ابراهيم، وراه ما بقاش خدام. مابقاش خدام. اوكي سي بون، كان الصراحه شكيت باش يخرج غير كاك بالغلط. اوكي دونك هاد بن عطيه الصراحه كان خدام معانا هادي شحال وما عمرو خرج، تقدر تخرجوا داك السي الرئيس. اوبيغ اوكي انت شوف شحال غلطنا في شي واحد، اوبيغ غادي يرجع غادي نعطي له الخدمه ديالو، ما كاينش مشكل. الا كاين شي واحد الدراري خدام معانا، اوكي راح يتشد بن عطية. هذا انطونيو هو اللي عاد دابا قلت لك عليه السي الرئيس بغى يخدم، اسكيني جوج، بغى يلتحق. كاين جوج، اسكيني جوج، كاين واحد سميتو عطيني انطونيو هذا بانديراس وانطونيو ذبيحة. انطونيو بانديراس. هذا ما كاينش كاع، هذا كان حارس كان خدم السي عزيز وما كانش عاجبنا اصلا، وكدرت فيه واحد النهار وما رجعش، دوك هذا يقدر يمشي. والذبيحة شمونس هو هذا، وبيغ الا كان العكس فغاش خرج كل شيء وغدخل هذا الا قبلتي عليه. اوكي نحيد هذا انطونيو بانديراس بعدا. اوكي كاين انيس سكوبار وايوب بولبار. انيس خدام معانا، ايوب كان حارس شخصي صديق شخصي وخدمو حارس شخصي سي داوزن وما كيجيش كاع، باش تقدر تخرج الا بغيتي. هذا كان مخدم واحد كان صديق مقرب ليه. اوكي ودي هو ايوب بولبار ياك. اوكي يبقى حمزة حاتم طاكوس الموتشو. حمزة خدام معانا، موتشو خدام معانا، حاتم طاكوس الرئيس. نقدر نقول لك بلي السيد هذا وقع لي معاه واحد سو شافه مؤخرا وصح ما جوش، كان سي داوزن كان عينه كاتب عام ديال الدولة، معناتها كيقوم بعملية التحرير، في نفس الوقت كيدخل في الخدمة ديالنا حنايا وفي الخدمة ديال ناس اخرين في الدولة بحال البوليس بحال قطاعات اخرين، وحنا ما تنفهموش. ديك النهار عندي قال لي انا الشيف ديالك، علاش كتخرجوا طوموبيلات، علاش كتمشيو هنا، علاش كتمشيو هنا، الوغ كو هو فهمتي كتم تعيين ديالو مع السيد داوزن، رغم انه خصو يخرج معاه بسوكا معاه في الحزب. اوكي دونك انا كتبقى القرار ديالك كذا، بغيتي يبقى بغيتي يمشي يمشي. غادي نخليها تسعة هادي حتى نتلاقى بيه. سامر شمي ما كنشوفوش بزاف صراحة، انا كاع ما كيبانش، انا اصلا ما كنتش كنعرفو. شي سولت عليه صيفط ايميل السيد داوزن وقال لي وجاوبني، قال لي راه خدم شغل ولكن راه شحال هذاك. اوكي ده واحد حاتي بطاكوس. اوكي نفضل نخليه عشان تلقى بيه دابا، انا هادي يومين هادي واخا ما بانش راه نحيدو. صماش دونك دابا باقي لنا نشوفو غير السي انطونيو الذبيحة. راه كاين برا جبونس كيتسنى. اوكي صافي هذا ما كان صماش زين، دقيقة نهضر في الراديو. اوكي انا نعود. سمعت جوج وجوج موتشو تكلم في خير دخل داك هذاك انطونيو مشيت تلقى مع الرئيس. سي الرئيس اللي كنت باغي تدخل عندنا الفريكونس راديو، راه كندخلو حنا 9 اون جينيرال، عندنا 8 و10 هما ديالنا، ما يقربش كنستعملوهم. اوكي انا شويه ندخل. قول لي حطيت لك انايا دو بيستول و دو تازر. شوم وي مازال نزيدك صراحة جوج بونس ناقصين ثلاثة، دونك نزيد ثلاثة اخرين. اوكي لا يعني زيدها واحد، ناقصين ثلاثة في التوتال. اسمح زعما ناقصين ثلاثة عند الدراري، ثلاثة ديال الدراري ما عندهمش، دونك خص يكونوا ثلاثة. شونس هذا هو الأوراق فوالا. نقدر نعطي ديالي أنا الآخر من بعد ونتسلم بسلاح الآخر. اوكي هو كلشي عندك هنايا سامرش. دونك فهمت يلاه فهمت أنا مزيان، يعني هنا كاين مشكل ديال لاكسي وصافي، يعني وي 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 الراك ديالي ما عندهاش اكسي حيت ما نقدرش نشريهم. دونك سامرش أنا نوصل الناس ديال الرباط وعلى الأقل عندنا أنت رئيس، على الأقل بعد أنت تقدر وي 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 اشكال، ولكن انا ما كاينش مشكل. اذا كان عندك اكسي ربما افضل، كان سادي مكلف بودي غارد وهاد الشيء هذا. ما انا صراحه ما كاينش فرق بالنسبه لي انا، غير ما حتى شي حاجه بحال النوع هذا مش عارق لينا الخدمه ديالنا وصافي فقط. اما شكون دور اكسي صراحه ما كانش مش بزاف.
اي واحد القضية سيادي الله يرزق بها. بالنسبة للأسلحة هادو لا بد يتخيلوا وتعرف لمن يتعطى وإلى آخره، يعني تعرف اللغة دي. ياسر كتشدر بنيميرو سيري ديال كل سلاح، وكل واحد عنده نيميرو سيري ديالو، ممكن اللي مشى له السلاح ديالو وكيبقى مسؤول عليه تيلقاه. اوكي الله لك خير السعادة ديال الحال. بتلاتة. المهم سي أنطونيو راه كاين في الصالة ديال الاجتماعات. سامر شمر جاي ما تخرج تدخلوا مع راكداك عرفت ال... السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يدير السيدي كنت بخير الحمد لله السي الرئيس، أحوال الله يبارك فيك. كرني بالسمية سيدي. أنطونيو الضبيحة. أنطونيو الذبيحة قدر شي هذه سمية من الشرق والأخرى من داكشي ديال العائلة السي الرئيس. مرحبا مرحبا الله ما يسير. أمين. قول لي سي أنطونيو قال لي شي خدام معنا هنايا. إيه السي الرئيس كنقدمك راسي، أنا أنطونيو الضبيحة السكرتير الشخصي ديال الرئيس السابق عزيز الدوزن. 3 سنين ديال الخدمة مع السي الرئيس وهذا ما كان. كاين شنو هي المؤهلات ديالك؟ السي الرئيس انا كنت نقدر نقول لك البغا دغوا ديال السي عزيز، دونك كننظم المواعيد ديالو مع الناس، كنستقبل الناس الا ما كانش هو، وكنشوف التوقيتات ديالو مواعيد الاجتماعات ديالو وصافي. غريب حيت انا السيد الرئيس كيستقبلني يعني بزاف ديال المرات ما عمري ما شفت معاه انايا صراحة. ما الهضرة كاملة ما عرفتش من جاب سي انطونيو. وي واخا خدم شي معاه شي مدة قصيرة فين مقالة ما كنتش انا ولا حش نقدر نقول لك المدة ديال الرئاسة ديالو كاملة 90% 80% كنت فيها حاضر انايا، وعلى 10% 20% اللي كنت لا لا كيف ما كنعرفوا المدة ديال الرئاسة ديال السي عزيز راه طويلة جدا، ولكن انا خدمت في هاد الاواخر ديالها. واش قلتي 3 سنين؟ حيت اش قلت 3 سنين؟ انا راه ليترالمون 3 سنين، راه 3 سنين وانا خدام معاه. المهم 3 سنين واش تقول بين قوسين؟ فهمتك فهمتك بين قوسين فهمتك صافي. دوختيني انا باش قلتي 3 سنين كنقول او فين كنت انا. دوكا السي الرئيس الا قبلتي علينا نخدمو معاك الا انت والرئيس الشخصي ديالك. اقول لك واحد القضيه يعني حتى تفضل السي من الناحيه العقليه ربما غير مقبوله، بما انك انت كنت متابع الحزب ديال السي عزيز الدوزن هناك، وانا تطالب من واحد الحزب واحد اخر الرئاسيه لسلك الشرطه. ما يمكنش انك تخدم معايا هذا من الناحيه. راك عارف انا قابل على القرار ديال كما كان. واش كاين سر الرئيس في انا كاين طريقه العمل كاين السياسه ديال الحزب ديالنا. واش نضرب بالكونساين ديال الشوكولاتة؟ انتم عندكم الطريقه ديال العمل وسياسه الحزب ديالكم فما يمكن او نهائيا في واحد الشخص المجهول كاين هضرتك عارف. ولكن هذا ما كيعنيش بانني انا كنرفض اساسا. المهم انا غادي صيفط لي في الجيميل ديالك، صيفط لي المؤهلات ديالك، الدبلومات اللي عندك، الخبرات اللي عندك، وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله صافي يا سيدي. المهم جميع تحياتي لك. تبارك الله عليك، نهار مبروك. الشرطي دافينشي تشانو باج سيدو. سامر سامر عاود البرقي ديالك عافاك قلت شي باش عارف واش الرئيس كاين ولا لا. بوزيتيف هو موجود حاليا. وي شنو السبب ديال واش حاجه غرض اوفيسيال ولا غرض شخصي من ابن الابو ديسكوت؟ سامر سامر احنا كاين في القصر دابا حاليا. تفضل. ما كاين اي طيار. والله ما عندي حتى شي علم هادي، ولكن على الاغلب غيكون والله اعلم على الاغلب غيكون صبراي. مشى سرايس انا وقيت سرايس الابن ديالك راه هضر معنا في الراديو، ما عرفتش شكون عطاها فريكونس. المهم ما خصوش يعاقب هذا اللي عطاها فريكونس. وي ما عرفتش شكون اللي عطاها له، نورمالمون ما خصوش يدخل. جادو معنا في الاول خلينا كاع انا ما فهمتش شنو وقع، مي ابارمون بغيت نتلاقى معاك راه كتب لي انت موجود وكاين في القصر. اوكي ماشي اشكال، نجي يجي تجبد لي شويه هاد القضيه ديال الفريكونس اللي دخل لها. راك شمع ونسولو الرئيس وياك شمع ونسولوش انا. وي 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 راه الامور اللي جاتني ديريكتومون في بالي انا نورمالمون ما خصهمش يدخلوا لي هي الفريكونس. اوكي بالنسبه لانطونيو دبيحه راني حيدتو دابا نيت لان الطريقه باش تدخل اصلا ما
ما عجبنيش ديك الزيادة شوية في الهضرة، ما عجبتنيش بزاف. مش عارفوش اسر رئيس وسيرشو واش قال لك برادر. مرحبا اير باترو، حنيت عليه اكثر من القيس. شنو نورمالمون فهمتي قلت له نعطيك فرصه مع سر رئيس تهضر معاه، من غير ما نقول له من الاول ما تجيش، مي فاش قال لك البغضوا ديالو هذه كذبه باينه سي رئيس. راك عارف الناس هي كاملين هي عارفين بلي سعيد الدوزو ما كانش عنده بغضوا، كان ديما كيستشر مع الناس كاملين، كان كيهضر مع اي واحد، ما كانش عنده شي واحد سبيسيفيك. وي فوالا فوالا فوالا. بغيت شاودي النهار الاولاني فهمتي، خصني نتيستي لو تيغا. راك عارف شوف معك شوف معك كاين معك كان ان شاء الله غادي يكون شي نائب رئيس ولا ماشي يكون؟ لا غادي يكون، ما غادي يكون ان شاء الله. صافي باش نقادو كل شيء في خارشي وكل شيء يكون واضح والدراري هما يعرفوا مع من خدامين ونعطيهم تعليمات، من حيث الا كنا مثلا 4 5 6 ديما يكون عندهم فكره على شحال واحد خص يكون معك، شحال غادي يكون معاهم اعضاء الاخرين اللي يكون ديال الحكومه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كاين واحد السيد اللي غادي ندخلو معايا غير هو باش يصنع الخدمه ديالو في السبيطار. واش عرفتي؟ انا ما عرفتش سميتو داك الطبيب النفساني اللي سميتو سعيد. لا صراحه ما تلاقيتش معاه. داك السيد الله يعمرها دار غير هو غادي غادي هو نورمالمون يبقى في الخدمه ديالو في السبيطار ياك. وان يخدم معنا، يخدم معايا انا كمستشار، خش معاه في امور وهذا ما يحتاج راه انا يطلع شاور معاه صافي. صامرش دونك سي رئيس نسيت تنقدم لك موتشو واحد من الحرس، وفي نفس الوقت هو الوحيد اللي عارف على داكشي اللي قبيله السلك الاخر، و والله شباب باش يكون عارف بلي راك انت عارف، حيت يقدر يظن بلي ما شكونش خبارك، مي بيان سور رئيس خصو يكون في خبارو. دونك سي موتشو تا هو الا كان شي حاجه سي رئيس راه تقدر تهضر معاه في هذوك المواضيع مكاينش مشكل. اوكي سيدي ونتمنى نكونوا مرحبا. دونك هو الهضره اللي قال لي قبيله بانه البغاض هو كانت صحيحه، حتى انا شكيت في الهضره ديالو اللي قال بقى. لا لا ما كاين لا برادر ولا سي رئيس. ياك اسي سي دوزون كان كيسولني انا بزاف، كان كيسول ابراهيم، كان كيسول حمزه، كان كيسول ايوب، كان كيسول الوزير القديم، كان كلشي كان كيستشر معاه. لا لا اشرا زوج على مستوى الراديو عاود البرقيه الله يخليك. لا لا بالنسبه لك انت هو قال لي بانه البغض هو ديالك انت. وي في القسم هذا هو البغض هو ديالي، البغض هو ديالي في الحرس هو ابراهيم، ابراهيم هو الشيف ديالهم. واش كتسمع الهضره ديال سعيد؟ هذا هو اللي مكلف معايا في القسم الاخر. واو المهمه ديالو. ولا ولا صافي. لا لا صافي 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 انا عارف. بقى كتسمعك في الراديو. سعدي وي وي. وقال عندك مشكل في الراديو راه حيت كنسمع على مستوى الراديو كيقول السي اللي في الباب سي بي 5 بانه كيسمعك. كيسمعني؟ ما كتسمعنيش انا؟ لا ما كنسمعكش انا على مستوى الراديو صراحة. صبر نجرب. كتسمعني؟ كتسمعني انا كنهضر دابا عادي، كتسمعني في الراديو؟ كتسمعني في الراديو؟ لا ما كنسمعكش في الراديو. سمعتيني في الراديو استاذ؟ بالي بحال لا حيت انا داير واحد بيان. راه كدوي في الراديو؟ لا ما كدويش في الراديو دابا، اللي كدوي في الراديو شي مشكل. انا كنسمعك في الراديو. ودابا دابا كتسمعني؟ لا ما كيسمعنيش. قداش صبا صبا يتقداش قداش؟ هذا مشكل، هذا مشكل كبير وخطير هذا كاع. وي وي كيطرا شحال من مره كنكون ندير نمشي بلايص كنسمع شي هضره ديال شي ناس ما حدايش كاع. هذاك مشكل واحد اخر هذاك راك عارفو ديال انا وخصو مي ما عليناش باش ما ندخلوش في التفاصيل. يقول لي سي ابراهيم هو اللي بغا هو ياك. سي ابراهيم هو الشيف ديال الحرس ولا كيعطيهم التعليمات، حيت هو القديم فيهم كاملين. كندوز الفورماسيون قبل منهم، دونك عنده ما نقولش خبره باش ما نظلمش الاخرين، مي بليطو مولف السيستم ديالنا اكثر من الاخرين، دونك كنعول عليه باش هو يدوز الفورماسيون. كندوز لهم الفورماسيون بطريقه زوينه ذاك النهار، دونك تنعول عليه في هاد الامور هادو. مي في الامور الاخرى اللي قلت لك الرئيس ما كاينش واحد احسن من هذا. اوكي لا بالي انا نسمع قناه راه جبد نتبع واحد جوج هضرات نيت فاش كنت كمرشح رئاسي فهمتي بالي السيد يعني على بال عندي ما نقول. لا باش خافش بلو، باش خافش بلو، هاد السيد هذا قاضي غارة حتى هو ان شاء الله يكون خير. مش خافش منو زعما بغيت نقول زعما ما خدمش القيا ماشي زعما. لا لا راني فهمتك، لا راني فهمتك، راني فهمتك، انت قمقم وانا نفهم مع السي هذا. الله يسخر. بنت هذا كتسمعني؟ انا راه من الناس اللي كيزم الشارع شارع الزبيبه وكطلع معايا حلاوه العسل السي هذا. كتسمع شي اصوات من الراديو كاملين؟ لا ما حتاش قوه الشرح معايا انا، يقول لي كلمه واحده وراني فما طاير. الاصوات سي بي 5 دخلوا دخلوا قولوا دخلوا قولوا دخلوا ما كرهتش كسي هادي باش انا من الناس ديالك. لا انا فورماسيون ديال الصلاح عندنا كامل الراديو كتسمع عندنا.
خرج من المدينة ترجع، خرج من المدينة ترجع، عندك مشكل انت مش كتسمعنا كاملين، خصك تخرج وترجع. قال لك يسمع مدينة كاملة وباقي خرج. مشكلة واحد سيارة كانت وقعت لي أنا واحد المرة، رفضيحك حدا صف كتسمع كل شيء. ماشي أنا سعدي، وي ما كرهتكش تعلم الناس ديالك وي على الفورماسيون غدا ديال الصح. الله يسخر صافي، انا ندير اعلان اليوم اللي تنقول لسي ابراهيم باش يوصلوا الميساج كاملين، اوكي ان شاء الله نديروا لا فورماسيون ديال الحاج. اوكي بالنسبه للقضيه ديال بودي غارد بان راه نقصت، لان هذوك الناس اللي حيدتهم راه بان لي كاين شي 6 دابا ولا 5 هما كاع. نورمالمون حنايا 7، كاين انا ابراهيم، كاين الموتشو، كاين انيس، كاين حمزه، كاين بدر، وايمن. ايمن كان قبيله كنسولني واش كان خدم اليوم، قلت له وي. لا اسمح لي، كنصيفط الايميل، ايمن صيفط الايميل قال لي بلي راه مسافر حاليا وي وما يقدرش يجي هذه المات هذه، قال لي واحد النهار ليومين. اما الناس اخرين ما علمونيش، نورمالمون بدر شو كبيره، ابراهيم شو كبيره، و شكون اخر شو كبيره جو بونس حمزه تا هو شو. كاين سي حمزه في الباب واحد، هذا كان ممكن السي ديالي يجي معايا، لان بان لي بحال نقصوا شويه اكثر، ما عرفتش يجي معايا، ربما درت شي غلط انايا. ما عنديش لاكسي انا ما كنشوفش. وي 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 انا نقول لك، انا نهضر معاك شنو كاين. صامش صامش كاين اللي عندي هنايا، عندي أيمن، الموتشو، حاتم، حمزة، إبراهيم، أنيس، بدر. اش بونس ناقص حمزة؟ كاين حمزة، شوف هنايا حمزة رودريغيز، عاود قولي عافاك. أيمن بكاري، وي، الموتشو بنيس، حاتم طاكوس، حمزة رودريغيز، إبراهيم فامي، أنيس سكوبار، وبدر السمدادي. سابو انا السابع، وي. وحاتم كما قلت لك نورمالمون البوست ديالو هو الكاتب العام ديال الدوله، قرر عليك واش خليه معاك ولا لا. وي قلنا نسينو ياك، نسينو هاد اليومين هادو ان شاء الله يكون خير. صافي ما الاخرين هما هذوك اللي حسب 7، انا هو السابع. اوكي سيدي كلشي مزيان، انا غادي نهبط للمدينه سريع قدام انا هبط. صافي اخوانا غادي نتحركوا دابا شويه للمدينه. وجدوا السيارة برا عفاكم. أشترى الباب. فين هي الطنوبيلة ديالي؟ سيد الرئيس، بخصوص السيارة ديالك راه قبيلة فاش جات العاصفة يمكن مشات معاها. نعم اوكي.
بشارك في الفيديو يا رئيس. هي يا تفضل اسدي. اجي معنا حمزه. مسار رئيس نقدم لك حمزه واحد من الحاره ذيك ان شاء الله. نغير تعرف عليه. ان شاء الله سرايس. ودي ناس مطرب يديني يجي تقرا الزرق. واش كاين واحد السيد راه خيجو ما عنديش نمره التليفون ديالو. طماش بي واحد الموتشو تسنى لنا في الكار الزرق حنا نتحقوا بك ما شاء الله. اش راه بقى ولا سعدي بالنسبه للي بودي كارد مازال باغي تزيد ولا صافي؟ صراحه لقينا باللي سبعه هو الرقم المثالي اللي ديما كنلقاو فيه الناس موجودين في نفس الوقت و وشاحنا فيه جو بونس ما حتاجوكش عارف. اوكي اوكي الرقم صراحه كي على حسب شحال واحد كاين في الحكومه. سبعه مثالي بالنسبه لثلاثه الا كانوا كثر نشوف ديك الساعه خدمه كيفاش غاديه الا كان الخصاص فنشوف. وهذاك السيد اللي كان خدام معكم جارديني والله ما عرفتش مشى سراس رئيس هذا كان جابو دوزن باش يشكل فيه في الجردة وما خدم شي ياماز خدم شي ياماز بودي غاردنا لا 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 كان كيدير ديك الاي بيس فودنو ولكن ما كانش بودي غارد لا كان كيبغي يديرها وصافي وحنا ما مرقنا ديك الحاجة باش ندخل داخل سرايس ولا وي دخل دخل داخل خلينا ندخل داخل اوكي يمكن لك تحرك جهه السبيطار اللي كان ممكن ولكن بلا ما ندخلوا ليها نضربوا يدور تما وصافي جات له نيكون دو السبيطار سامرش طلعت لحمزه غادي نحركوا شي ديال السبيطار واليونيكورن شارك مش شو رفعت الطاولة من هنا؟ راح يضوا وغادي ندوزوها بشوية وغادي نكملو الطريق باش نوقفو صافا صافا يمكن لكم تكملو ندوز حدا اليونيكورن ندخل من ديك الزنيقة الصغيرة باش ندوز حداه و غنتوقفو هنا ولا نكمل؟ وي وي شوف وي وي شوف واش كاين شي واحد الباب كادر الناس اللي خدامين هما كاينين هنايا اوكي صافي اوكي غنزلو كادر نزلو يا خوان سمو حمزة دخل دغيا
سي عادل السلام عليكم. سلام دينا سيدنا بشي مزيان الحمد لله. حل حل يوسف كاين الباترون ديالكم؟ كاين كاين هو كاين شو هذا كمزة؟ وي وي سامر شد معايا سير رايس واخا عيط يا الباترون كاين اللور في البيرو. واش بغيتي الباترون ولا بغيتي طريح؟ لا لا بغيت الباترون. واخا انا نمشي نعيط لها سي الله يحفظك اخاي قريت يا بلور باشا شرب شي حاجة سي باشا؟ لا 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 لا, لا. سي حمزة تكلف شي بالامور ديال الداخل. اوكي نسينو في البيرو صمش هذا كندخل داخل روات. قلب كل شيء قلب جميع القناة شوف واش كاين شي حاجة يقولوا مي واحد من الباب البيرو مسدود. اوكي هوني باش ترابا ما عندك اي واش ما بالصحراء روينك على هذا الضيع ما عندك اي قهوه على العضلة باش كنجري و الله 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 عامرة بالسكر كنت سي عندنا السبيطار قبل ما نفش كنا اطباء درنا لك شي خويا اللي بغا يفوت لك الحال الله راه خويت البارح قهوة على داك ديك العضلة وكنبقى كنجري هكاك عشوائيا الله الله وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا اللي لونسيت في الراديو قبيله بغيت نشوف الوالد ديالي كاين الوالد ديالنا كاين اش تعرف تفضل 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 شكرا وحدك والوالد ما كيدير لا ما شريش كيدير والله عليك والله الا تحشناك الوالد والله الا الوالد بغينا نهضر معاك في واحد الموضوع مهم مهم كاع الوالد راه فيه الموت الوالد قربت نموت ولكن الوالد بنت واحد الاميه وحيده باش تلبالي خليك في الباب سي حمزه انا غنقف اودي كون يقتلك وتهني انا منك ياك الوالد دابا الوالد دابا كتعقدني الوالد عرفتي فيا فيه السرطان وكتقول لي هكاك زيد طلقني قول لي شنو كاين الوالد ما قدرش نقول لك الوالد المهم تنكون انا وياك بوحدنا الوالد وتجي عندنا كاع الدار تزور المدام وكلشي نعطيكم السباس سي رئيس شكرا بزاف شكرا بزاف وليد قولي ولد حرام راه كرات وكرات دير مواد الخدمه ديال الوالد الا قدرتي تخرج من هاد الخدمه ديال الله يرحم بالو نبوسلك يديك الوالد الله يرحم بالو وهاديك انا ماشي يدي تما سي وبغينا نخرج من هاد الخدمه ديال الوالد الله يرحم بالو تشوف لنا شي حل راه كيعقدوني الزملاء ديالي الزملاء اي الشاف الزميل ديالي كيعقدني الشاف في الخدمه تيقول لي انت كلب دير هاد الكمامه هادي تنقول له راه فيا السرطان وانت بعد من حدايا وانت لا فيك السرطان نورمال ورا ما خاصكش تهضر بصافي راه هذا هو الجارون ديال المكان نقول له السلام انا صافي خرجوني من الخدمه ديال الله يرحم بها ويجي تدوز عند القصر ونهضروا في الامور هذه هي واحد القضيه غير كان سالنا شويه سير البيرو ديالك سماك الله جيب معك شي فودكا الله يرحم بها ويجي واحد القضيه ما تبقاش تعاودها شنو لان هذا شويه خطيره درتيها بس بقاش تدخل عندنا الفريكونس ديال الراديو لان كيكونوا شي اسرار تما وهادي فهمتي ما عمرك بغيت عاود تدخل لا 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 اخر مره الوالد ما تخافش واش الوالد باش تعرفني راه ناضي كناضي راه نجبدك الوالد رانا الوالد ما تخافش هذيك ياك وما تخافش عليا راني عارفك ولد الحرام اش تي الوالد قول جاب فودكا ولا مازال داك السيد ما بينا والو ما بينا والو نزاول الوالد انا وياك والله الا نتفكروا ايامات زمان فاش كنا كنضربوها البراد شو واش كاين واش كاين شي ولد وباه كيضربوا الطاسه بيناتهم ويا في الصغر الوالد نسيتي فاش كتقول لي اجي شرب تقول لي واخا سخوني ثاني يا ما تلحسق نسيتي شي ايامات كان الوالد لا حول ولا قوه الا بالله ايوا السر ما سر الله ولد الكلب السر ما سر الله يسمعونا الناس وتدخل معاهم في الشديه قطع لك دابا الوالد جيني من الاخر عاوني في هذا يكون خير دوز عندي الرئاسه ويكون خير نجيب هذا انت تكون الوالد انت وهذه اخر زياره عندي للمدينه نهضر مع مول المول ليكورن هناياك غدا ان شاء الله غدوز عندي نائب ليكورن الوالد هنايا راه محتاجه ضروري باغي نعطي لواحد السيد كادو يا حماد الفرشه يا جي قبل ما نخرجوا من هذه الخدمه هذه
لا بلا شي خصني نجيب الرابور ديالك بعدا هو الاول يعني. لا الوالد تبارك الله عليك. المهم انا صيفط لك ميساج ما جاوبتينيش بيتي لي مشغول. يا راني برسطان نجيب الرابور ديالك قلت لك ياك غدا دوز عندي ان شاء الله ويكون خير صافي يكون هاني يكون هاني غندوز عندك نجيب معايا شي قرايعات ما تخافش بيني وبينك داكشي سير لعنة الله وعليك سير. كصيفطوا ليا صيفط ليا بولو نيكون لا سيدي واقيلا ماشي سير وتسقني هاد الشهر وهادو بانه ولدني وانا بربي ونضرب انا وياه الطاسه وتسخط الوالدين هادي بالرئاسه يديرون هادي يطلع شي حزب معارض هذا يطيرنا. تسخط الوالدين ولا مشي تخدم شو معايا غير سطين انا كنعرف سيدي سيدي قلت لي اسمي ديابلو ياك واه سيدي انا سيدي ديابلو كي داير كلشي بخير صحه لاباس بخير الله يبارك فيك وخا شدي شي لون نيكور ما في باريش ايوا شحال ياك كومون باماس جار اورغانيزا مرحبا وباقا تشحال الباب وحدي تماس الله يبارك فيك تفضل اخويا نوحتيكم يضرب الدور على المكان باش نمشي للميرو ديالك بيان ريسي اشرب مرحبا تقرب شكرا قول يا سيد ديابلو ويسلمك كيداير الاوبر عندكم هنايا حنايا اوكي عادي نورمال شو كتعني بنورمال سي علي الكسماني يا مبل بيا يا لاسواريات لو والو اللوكال عندكم خاوي هنايا شي واحد من الجهه الاخرى يقدر يتصنت على الهضره ديالك فهمتش كنت شفت واحد فيكم يبقاش ما باش تفادوا اوكي اشرا داولك لا كعرف خاصك لو ودنا ما دير سواري على الاقل لك نروح هذا كل يومين درنا سواري باش نعرفوا الناس ديال المدينه فين كيتجمعوا شكون هما الى اخره راك عارف الامور هذه كومبوزيسيون كان قلت لك ما جاوبتينيش على القضيه ديال وقتاش تشد شي يد وكان هذا اللونيكور حيت انا اخر مره جيت ليه كان شاد واخد اقريقي ولا راه هما اللي فونداتور وانا الجارو انت هو الجيرون اوكي دونك هما عطاوني سوارد وخلاوني نتكلم اوكي دونك لي سواريات نظمهم نتايا نظمهم بقريقي الدراري وكلشي انا اللي كنجي صافي دونك غدا نجي نلقى سواري انايا كاين هاك دونك في الباماس باماس كاينة في داك اللي في فوق المدينة اوكي اسيدي وشي مشاكل هنايا بحالاش انت لا المشاكل انا خصني نقولهم لك عرفتي راه خصك تقولهم ليا يا وزير معايا اصدي اش غادي نقول لك حاليا كاينين شي عزاوة كيدخلو كيتجمعو علينا هاديك خدمة د البوليس انا كنهضرك بالمشاكل التقنية انا عندكم هنايا في اللوكال تقنية نسناو لك بحالاش كلشي هو هذاك الحمد لله كتعجا ان شاء الله انا صيفط لك باريما الى الدوسي مكادو انا دوز عندك الرئاسة ان شاء الله اوكي سيدي يا باس بارك الله عليك نهارك مبارك وي ممكن والو حاليا حنا كنكات التوصي تاع دوك الفيولونس دوك اللي كيتهجمو علينا باش ناخد الرخصة السرقة عند البوليس هاديك خدمة البوليس ما دخلش فيها انا هذا ما كاين هذا هو المشكل اللي كنواجهو دابا ولا غير يكون خير ان شاء الله يا باس بارك الله عليك نهارك مبارك الله يعاونك يا باس احنا شحال الاخوان مرحبا احنا في شهر روك اوكي اسرع اربعة وي اخويا ايوه راه الشيء راه قال لك بانه جيرو انا كنعرف انا قريق هو اللي شدتش اسمح لي لا 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 ل
قول له جيب لي شي جوج بوط. سي حمزه صافي كسادي لدوزنا ناخذ الطوموبيله ديالي للكاراج. خصو خرج من الكاراج ديريكسيون كاراج. يقول اخي اللي جمعنا الرئيس الهيبة زعما هذاك الصوت غلايد ها الخلع دونك بلا شي واحد معاودش معاك الهضره. داك السكر زق كسرابا كفكر في واحد السيستم في الرئاسة ما بغيش نحرقو دابا بلاتي. وي وي لا تمارا ما تخافش النهار الاول يعني عارف. خليك برا حدا الباب حدا الباب حدا الباب. حمزة ركب مع سراي صافيك دوك. ديستيناسيون سيدي حمزة تكلف بديستيناسيون عافاك. ديستيناسيون سيرايس ديستيناسيون غنمشيو للخصر وغنطلع الناس مع راسي واحد شويه هذا. اوكي كيفاش اخي غوطام فهمتكش بوليسي كيهرب اون بلان سيريس. كيشرب اون بلان سيريس ما كنبغيش ندخل في هادشي هذا. ما نورمالمون كرئيس ما يمكنش ندخل في هادشي. عندهم البوليس عندهم جي بي اس بحال اللي كيبان لكم انا عندي هنا في الماب بان لهم داك النقاط الزرق وهاديك راه كيبان لها نقطة بيضاء كاين السيد في ولي كونش كيدير تما ملي مشى عندو يسولو ولا هادي عارف. نقدر نحس بالاخر مول الاخر العميد ولا شي حاجه ماشي نحاسبو دابا. انا نعطي اقتراحات عجبتني شي حاجه ماشي هذيك نهضر معاه. يا خويا واحد راسكم كاين وحده سياره كتسوق بشهور القدم عشرة عشرة 21 ديال اول قصر لو راسكم وليد ضربك سيد الشهر ماشي عيب انا مسطي هذاك كرا فين نابشا ما كيخدمش واخا نجيبوه يخدم عندنا ما غاديش يخدم. لا اوكي راه اخوان تبارك الله عليكم انا نطلع نتكا واحد شويه الفوق في البيت ديالي. ما يقولش فيك هذا السرايس تبارك الله عليكم سعيد اسيدي. يشد معي سي حمزه اول سلاح ديالي خذ سلاح هنايا طازير وخذ بيستولي عافاك ما تستعملهمش حتى الغدا ان شاء الله ندوزو فورماسيون وغدا ان شاء الله ها
اخوات تبارك الله عليكم سعيدة والله غدا خصني نمشي للمطار على الوقت تزورنا هنا في ايطاليا نمشيو نجيب جات اليوم الوالدة يعني ناشطين بها ديجا هي الاخت خصني نفيق شوية بكري خصني نمشي باش نجيبها موعدنا غدا ان شاء الله الله يحفظك اخي كريت شكرا خويا شكرا على الدراري تفرجوا فيها السبورت ديالكم الله يحفظك سعيدة تبارك الله Спасибо.